الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد أيها الإخوة المؤمنون قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس أيها الإخوة المؤمنون وصية عظيمة من رسول عظيم يبين لأمته من هو أفضل المؤمنين ومن هو أعقل المؤمنين إخوة في الإسلام جاء الإسلام وهو الدين العظيم إلى البشرية يدعوها إلى مكارم الأخلاق يدعوها إلى كل خلق كريم وإلى كل خلق حميد وإلى كل خلق حسن بعث صلى الله عليه وسلم في الناس
ليتم مكارم الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وضرب صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى في حسن الخلق ويكفيه شهادة الله فيه، فالله عز وجل قال في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق العظيم، الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم، وكل خلق جميل. فبين لأمته ورغب صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، فبين لأمته أن حسن الخلق يجعل صاحبه من أفضل المؤمنين، كما تبين لنا في هذه الوصية العظيمة التي بين أيدينا. يا رسول الله، قيل له: يا رسول الله، من أفضل المؤمنين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. وبين صلى الله عليه وسلم لأمته أن حسن الخلق يجعلك أيها المؤمن من أكمل المؤمنين إيمانا. فقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وبين صلى الله عليه وسلم لأمته إن حسن الخلق يجعلك من خيرة الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. متفق عليه. وبين صلى الله عليه وسلم مرغبا أمته في حسن الخلق أنه يثقل الميزان يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وبين صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق سبب من أسباب دخول الجنة، فسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. عباد الله، وكيف يصل أحدنا إلى هذه الدرجة من الخلق الحسن؟ أولاً عليه أن يلتجئ إلى الله عز وجل ويطلب من الله بالليل والنهار أن يحسن خلقه. اللهم حسن أخلاقنا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله ودعائه: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. ثانيا، علينا أن نتأسى، أن نتبع ونقتدي، أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ضرب مثلا أعلى في حسن الخلق، والله عز وجل أمرنا أن نتأسى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثالثا، علينا أن نتخلق بما جاء في القرآن، فرسولنا صلى الله عليه وسلم تخلق بما أمره الله في القرآن الكريم. سئلت عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. علينا بمصاحبة الصالحين كذلك، وبمجالسة الأخيار أهل الخير الصالحين المصلحين اللي فيهم خير. فالمرء على دين خليله، المرء على دين صاحبه صديقه، كيف ما كان هذا الصديق إلا ويكون بحاله مثله.
فالمرء على دين خليله كما قال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله. الخليل هو الصديق. فلينظر أحدكم من يخالل، اختار عن المرء كما قيل أو كما قال القائل عن المرء لا تسل، أي لا تسأل، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. عباد الله، من أفضل المؤمنين، من أفضل المؤمنين؟ يقول صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا. ثم يسأل الصحابي الجليل يا رسول الله من أكيس الناس، من أعقل الناس؟ هو رجل عاقل، احنا كنقول بنادم عاقل، من يفكر في كل شيء، في العواقب يفكر إلى الأمام، من أكيس الناس؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذكرى. عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن العاقل هو الذي يكثر من ذكر الموت. ما هذه الحكمة؟ ما هي الحكمة أيها الإخوة في ذكر الموت؟ أتدرون لما؟ يا عباد الله، لأن الإنسان إذا أكثر من ذكر الموت قل عنده الكثير، قل عنده الكثير، كيشوف كاين والو، وخا عنده الكثير كيشوف بأنه يأتي يوم يفنى. وكثر عنده القليل، تيشوف وخا عنده قليل لكن تيشوفوا ذاك الشيء العظيم عنده كثير ما دام هو كيذكر الموت. وكثر عنده القليل وهانت عليه الدنيا، سهلت عليه الدنيا، وهانت عليه الدنيا واستعد للموت وما بعد الموت. ومعنى وبمعنى آخر، فكثيرا ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا هادم اللذات، وهذا والله هو عين العقل، لأن العاقل هو الذي يعلم أنه من هذه الدنيا راحل وإلى الله راجع وأمام الله موقوف، وعند كل صغيرة وكبيرة مسؤول، فيستعد للموت وما بعد الموت. أما الغافل، الغافل أيها الإخوة، والمجنون الذي نسي الموت وانشغل بالدنيا وبجمع المال من حله وغير حله حتى نزل عليه الموت فقال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيما تركت، يقال له كلا للرضع كلا. فالعاقل من أكثر من ذكر الله، من ذكر الموت، وجعل الموت بين عينيه. والله عز وجل في كتابه يذكرنا دائما بالموت، فالله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكل البشرية إنك ميت، إنك ميت يا محمد، إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول صلى الله عليه وسلم، بل ويقول الله عز وجل كل من عليها فان، ويقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، ويقول الله عز وجل
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. خطأ تهرمن تعيا تهرم. ولو كنتم في بروج مشيدة في قصر مشيد محروس. يدخل هناك ملك الموت ويأخذ روحك. ويقول الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت. عباد الله، وهذا جبريل عليه السلام يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته بالموت. يقول جبريل عليه السلام: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. عباد الله، يستطيع كل منا الآن أن يضع نفسه مكان محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبر هذا الخطاب من جبريل عليه السلام له. كل منا يعتبر، لأن الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خطاب على العموم للبشرية كلها. كل له، كل منا أيها الإخوة، كل من آمن بالله وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم معني بهذا الخطاب. كل واحد منا يقول لنفسه: عيشي ما شئت فإنك ميت. يا جامع المال والملايين، عيش ما شئت فإنك ميت، واحبب يا صاحب المال من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالإكثار من ذكر الموت، ويذكر أمامنا الموت، ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، أي الموت. ابن آدم، أكثر من ذكر الموت، لأنه يهدم اللذات التي استعبدتك من دون الله، ويجعلك لا تنام من الليل، لأنه يأتيك بغتة ليخرجك من الدنيا وأنت لا تحب أن تخرج. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انقضى ثلثاء الليل قام من نومه صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم والحي، لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لعبد قال آمين. آمين. الحمد لله، الحمد لله، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. ومن الأمور التي تعين على الإكثار من ذكر الموت زيارة القبور. يقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم بالآخرة
وفي رواية أخرى: ألا فزورها فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. فيا عبد الله، كلما وجدت الفرصة اذهب إلى المقابر واجلس عندها وسلم على أهلها وقل لنفسك: يا نفس، يا نفسي، أصحاب القبور عاشوا في الدنيا وبنوا القصور ووصلوا إلى المناصب، ومع ذلك جاءهم الموت وانتقلوا إلى القبور. قل لها خاطب نفسك، قل لها: يا نفسي، أنت صائرة إلى ما صاروا إليه، فتوبي إلى الله وعودي إلى الله قبل فوات الأوان. كان عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف على القبر يبكي بكاء شديدا حتى يبل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي. فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل الآخرة، فإن نجا الإنسان من القبر فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج من القبر فما بعده أشد منه. ثم قال عثمان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، إلا والقبر أفظع منه. ومن الأمور أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، ومن الأمور التي تعين على ذكر الموت، الصلاة على الجنازة. فإذا صليت على جنازة فقل لنفسك: يا نفس، أنت الآن تصلين على الجنازة، أنت الآن تصلين على الجنازة، وغدا يصلى عليك. وإذا حملت على الأعناق فقل لها: يا نفس، أنت الآن تشاهدين الجنازة، وغدا تحملين على الأعناق. وإذا وضعت الجنازة في القبر وأهيل عليها التراب فقل لها: يا نفسي، غدا تكونين في هذا المكان، فتوبي إلى الله. عرفتم يا عباد الله؟ عرفت يا عبد الله ويا أمة الله، يا عباد الله، من العاقل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولأحبابنا ولأصدقائنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم وحد كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وحد صفوفهم. اللهم اجمع شملهم على كلمة الحق وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.